ثلاث كلمات جيزانية. تجيب الكلمة الأولى بطاط مجاني من بندر بطاطا النوع اللي تبغاه. الكلمة الثانية تجيبها 1000 ريال. الكلمة الثالثة تجيبها 10,000 ريال. كله موجود كاش ما عندي أنا. راح نسأل جزء تأكد أصلي ولا مو أصلي؟ والله أصلي. أصلي. راح نسأل شوية من الجمهور وشوية صناع المحتوى، أوكي؟ فإذا كان أنتم جيتم في الويكند في موسم الجيمرز خيمة فالكم، عاد أنتم محظوظين، اخترنا جزء منكم يشاركون معانا، أنتم وحظكم. اللي يبغى أحجزوا التذاكر، راح أحط لكم رابط التذاكر في الوصف، والآن خلونا نبدأ. هلا والله، ايش اسمك؟ تركي. تركي، زي ما قلت لك ثلاث كلمات جيزانية، تجيب الأولى بطاط مجاني. إذا جبت الثالثة هذه كلها لك. لا هذه مو كلها 10,000 ريال. انجلط انجلط. إن شاء الله يمديك، إن شاء الله. يلا نبدأ. الكلمة الأولى بسيطة، أنا أقولها مرات كذا، يلا. الكلمة الأولى لماهو. 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 اسمه؟ اوكي صح ايوه اشبو، يعني تقريبا اشبو او ليش يعني. صح اوكي، هذه الاولى، الجائزه الاولى بطاط مجاني. الكلمه الثانيه احنا نقولها في جزم بس اتوقع انها معروفه. الكلمه حوته. بطاطس جمله. كذاب هذا، كذاب عليك، يغششك غلط. حوته ايش تحسها معناها كذا؟ راح اقرب لك شويه، يعني هي حيوان. حوت. الحوت انت ايش تعرفه؟ حوت أزرق. أي الحوت، الحوت الأزرق، بس حوته إيش؟ أعطيك تلميح مرة. أيوة صح. والله كفو سمك. أصلي ذحين 1000 ريال. 1000 ممتازة هذه. إذا جبت الكلمة الثالثة ترى صعبة. الكلمة الثالثة أتشعبط. يلا تبي شيء؟ ها إيش يلا؟ رقصة. لا مو رقصة. لا آخر شيء، لا جواب أخير. يا إيه يعني حاجة الإنسان يقدر يسويها، يعني أنا مثلاً أقول لك. تسلق. لا يعني مو مرة. خلاص. أصبر، جرب مرة ثانية، يلا فكر يلا إيش تحس. طيب أنا بوضح لك. يلا هذه مساعدة من رائد، فهو راح يدفع له لو فعل. سوي الشيء هذا بشيء تحبه مرة. أسوي؟ لا زي معك مثلا، معك بطاطس سندويتش دجاج بالجبن، جاء واحد بياخذ وانت جوعان شو بتسوي فيه؟ أكله. معنى ما قصر والله. 1000 ريال حلوة. 1000 ريال والله. أي والله ما قصر. يلا 1000 بطاطس. 1000 بطاطس يلا تستاهل. ما قصرت يا تركي. تركي ما قصرت تركي. يلا نعطيه افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطوا ال 1000 ريال. 1000 أيه. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10. استاهل تركي. تفضل. يلا. الله يحفظك حبيبي يلا. قفل. أنا بشم. والله يا أخي ريحتها حلوة يا ولد. مين يقول وسخ الدنيا؟ يلا اللي بعده. يا جماعة إذا تشوفون هذا الفيديو ترون بكرة الخميس راح يكون ليلة الرعب في موسم الجيمرز في مقر فالكونز، أبغاكم كلكم تجون لأنه الثيم كامل حق المكان راح يكون رعب، وراح نلعب لعبة رعب، والأجواء راح تكون مرة حلوة لا تفوتكم، فراح أحط لكم أنا الرابط في الوصف. ويوم الجمعة والسبت والأحد أنا ومحمد وبراء راح نكون موجودين ونسوي فعالية مرة كثير، اجتمعنا وأخيرا الثلاثي، أدري إن كثير مرة متحمسين. الجمعة والسبت والأحد، والأحد أهم يوم بالنسبة لي، راح يكون مرت 10 سنوات على قناتي في اليوتيوب، فراح تصير حفلة مرة كبيرة وراح تصير فعالية مرة حلوة، لازم ان الكل يجي يوم الاحد، له رابط خاص تحجزون منه، حفلة مرة كبيرة وحلوة مرة، وتعالوا شاركونا الفرحة وخلونا ننبسط. والان اخليكم مع الفيديو. تعال عزيز تعال. يا جماعة هذا جيزاني اصلي، بس انا ناوي عليك نية. ما شاء الله. ناوي عليك نية ترى. تبارك الله. ناوي عليك نية ترى. اول كلمة تعرفها واشي. واشي حرق. حرق الله عليك. الله عليك. الكلمة الثانية. رايد مطلع على بعض الامور نحتاج. صادق الله صادق. الكلمة الثانية. واضح انها صعبة. الثانية. الكلمة الثانية. طراحة. طراحة يعني فرشة حقت السرير. الله يقلع عليك. يا رب. اوكي يلا الكلمة الثالثة. الكلمة الثالثة. لا تحرك ارجوك. الكلمة الثالثة اللي جبتها. لا تكفى. عندي والله رايد. لا جبتها يا عزيز. صادق رايد والله تكفى. صفيرة. حرقنا. ها. معاولتين صفيرة. تلميح اخرس جملة. طيب لا ما في جملة. 10,000 ذي يا ابني. 10,000 يا ابو جمال. عظمة ومدري ايش تبي من بيت. تغلى علي. لا طبعا بس يعني لا تحطنا بندر صفيرة. ينفع صفة هي؟ لا بس وضح يعني. يعني هي حاجة تسويها اي واحد يسويها. قول يلا جاوب. ما عندي شيء خلاص. قول ايش مرة. والله ما عندي الا واحد يصفر. اول وجبة على السفرة على معدة فاضية. معانا مصفاري. والله جيزاني فشل. جيزاني والله ما قلت صفيرة. والله نقمة. عند ابوك نقمة.
اما اجيب لك كذا حديد. يلا تبي شيء؟ ايه المالي يا سارق، المالي يبغى الان راجعه. اوكي يلا يا حبيبي تسرقني انت. ها كم دي؟ هذا سارق ترى. 3 4 5 6 هذا والله انه سارق يا الماليه. هات ما حد ابغى اشتغل معك. خربك شيء، انت واثق فيني ولا لا؟ لا لا ورب الكعبه انه اللي سرق مو انا. هلا وسهلا، ايش اسمك؟ سماد. ماجد هلا وسهلا. شوف يا ماجد، راح نعطيك في البدايه كلمه سهله. الكلمه الاولى هذه انا قد قلتها عادي اذا انت تتابعني. بس بس وما ادري عندك خياري لك من دار خير. والله حسبت المذاق تلميحه واحده بس. يلا عطى يستاهل. حار سبايس. ايش 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 طيب ايش الكلمه؟ قول كلمه بالعربي. صح حبيبي. اي صح بطاط مجاني. يلا كلمه ثانيه. بوش بوشانه. وش يا اخي في كلمه قد استخدمتها يا اخي. بوش بوشانه. يلا تلميحه واحده عندك خياري. بوش بوشانه حيوان. ذي. لا غلط. اصبر. من الحشره تعتبر. اي من الحشره. اخر خيار. يلا بسرعه. خنفسه. لا اخر خيار بسرعه. اخر خيار. صرصور. لا بسرعه خيار اخر. بقول لك نامس. لا الف مبروك عليك فزت معانا ببطاط مجاني. والله والله دام بطاطك. دام بطاطك اكيد خلاص. والله تستاهل محاوله. عنده 6 رجول. عنكبوت. الله عليك. هذا الشغل بدون اي تلميح. خلاص بدون اي تلميح ما فيها. الكلمه الثالثه صعبه. مبلحس. صحن. صح. ايش تسوي يا اخي؟ ما ادري كذا. يلا اخر اخر فرصه. ارمي اي كلمه خلاص. ايش بادي؟ بطاط. لا بطاط مندر. ما تمشي ما تمشي. يلا لسان. وات استعمل ما يدري ايش الكلمه ترى. غلط غلط. الف مبروك فاز ب 1000 ريال. 4 9 10. يلا الف مبروك تستاهل. اهم شيء مشترك في القناه. اكيد اكيد يا شباب اللي مشتركين راح يدخلون على سحب 10000 ريال برضه. يلا تستاهلوا. ومني 3400 ريال. خلاص يعني 13400 السحب. هلا وسهلا يا مرحبا نواف من المنظمين الاساطير اللي يضبطنا في الموسم الله يعطي العافيه. راح تشارك معانا. تجاوب على اول كلمه بطاط مجاني. حلو. الكلمه الثانيه 1000 ريال. حلو. الكلمه الثالثه 10000 ريال. ابى اسهل له واحده. هبلي عطني. اوكي هذه يعني هذه من عندك يعني. يلا هذه الف مبروك بطاط مجاني. حبيبي الله يسعدك. يلا الكلمه الثانيه تبغى انشر ولا اغيرها لك؟ لا انشر. انشر ايش؟ ها انشر معناته اروح. والله والله جابها. كيف كيف كذا يا اخي ما شاء الله عليك. يا رايد لا تغشش يا رايد. الكلمه الثالثه ترى محاولتين او ثلاث بس. الكلمه الثالثه حمول. تعرفها؟ كذاب كذاب كذاب. قول والله تعرفها. انت غبي. لا غبي الا انت حمول. انا اقول مثلا ذحين انت حمول يعني انت غبي بس هي لها معنى اصلا يعني. اعطيك شفت هذا تلمح مره ما صعبه ما اقدر يعني بس انه لا المح. ليش؟ لانه الصراحه يعني تقريبا جابها. تقريبا جابها. ايوه ايوه حلو حلو. انا راح اعطيك لك محاوله. هو حيوان عاد انت. انا هذه اعطيتك ما اقدر اعطيك اكثر من كذا. حمول حيوان. ايوه. يا رايد لا توتر يا ابن الحلال. كلب. لا مرة ثانية. يلا آخر محاولة. آخر محاولة. آخر محاولة ما أقدر أساعدك أكثر من كذا. حمار. صح. حسك بالله. والله صح. استاهل استاهل. والله كفو كفو. اعطيه اعطيه تفضل. تستاهل. الف مبروك حبيبي. والله هذا جزاء كل من يستمع للجوازنا. الف مبروك عليك. انت تسمعني وانا قرقر عليك. ايوه جبتها. الف مبروك تستاهل حبيبي. يلا اللي بعده مشي. حياك الله في عالم المكسيك يا اخوي. الله يسلمك. ثلاث كلمات جازانية. الأولى بطاط، الثانية تجيبها 1000، الثالثة 10000. افتح وريها. ما عندنا ترى على طول يتسلم كاش. ما عندنا نظام اليوتيوب. اشهدوا اشهدوا. كل رزمة 10000. خلاص اوكي ركز مع أول كلمة. اسمع الليفل سهل في البداية. أيه أول كلمة. نافر. نافر. لا لا غلط. تعال ارجع. انفر اسود. تجي صح ممكن؟ نافر. اه صح نسيت انه جنوبي. حرام عليك. اوكي يلا تعتبر صح. بس عندنا نافر شيء ثاني. يطير او شيء. ايوه ايوه نافر انفر. اي اوكي بس انت قلت تجير. خلاص اوكي صح بطاط. الكلمه الثانيه فهيقه. فهيقه. ايوه فهيقه. فهيقه يا اخي سهله. احنا نعرف فهقه. هذه. طيب ايش جوابه؟ هذه. لا شكله والله جابها.
جابها. اوكي الفري حتى محمد مصدوم قال لي محمد ما راح يجيبها. الفريال اصبر اصبر اصبر. الكلمة الثالثة صماح. صماح؟ ايه. هذه أول مرة اسمعها. تعرفها يا محمد أنت ولا؟ تعرفها أكيد. اوكي خلاص خلاص. ما في ما في. بس كذا الألف. والله. هذه الألف هذه الألف بس لو تجيب الكلمة الثالثة 10. شوف أنا في بالي حاجة. صماح ريحة خايسة أو صنة ما تجي. حدد جوابك. صنه صنه سياح. ها حدد يلا جوابه. مسافرين. يلا لا تغش لا يغششك. صماح والله ما ادري بقول ريحه فاسده ريحه سيئه. مبروك عليك ال 10000 ريال لكن هذا الكلب غششك. انت وهو تفاهم العظيم. انت وهو تفاهم انت قبل ما يقول انها في بالي. انت اسمع انت تستاهل 10 لكن يسلم. والله غششك خرب عليك التحدي. طيب اسمع والله العظيم مالك داعي اقسم بالله قبل ما تقولها انها في بالي والله يعني انا مالي دخل والله يعني للاسف انه خرب. انت حلف خلاص اسمع انت تقول في بالك قبل ما يغششك. قبل ما يغششك خطا شكله. يعني حلف حلف من جد والله في بالي قبل ما يغششك. خلاص اعطه استاهل والله عشرة. خلاص والله صح ايش اسوي بس محمد الكلب محمد غششه والله العظيم قبل ما يغششني انها في بالي ورب الكعبه. خلاص هات 1000 عدها عدها تقدر تعدها الان. هيا اللي بعده قلب جلس عود. ابي اشوف. اوكي افتح افتح. بسم الله جاهز. بسم الله لا تكفى والله ما هاي بدون لبس. الكلمه الاولى قبل. قبل 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 أيه. جاء اوكي صح يا سلام عليك. كيف وش كيف وش دحين بطاط بطاط انت دحين. اللي بعدها اللي بعدها 1000 اللي بعدها 10. الكلمه الثانيه يلطي. قلت لك فسهل تكفى. يلطي يلطي ايه ارمي اكثر محاوله عادي. ثلاث محاوله. في كلمه غيره ولا لا جمله. ايه يعني مثلا اقول هذا الكاتشب يلطي يوسخ. لا اصبر اصبر خليني اعيد لك المثل. يا اخي الصمغ يلطي يلصق. اي اخر اخر واحد سهل ماليه يخسرك هذا مو هذه كلمه جيزانيه انتشرت فتره مره كثير. في ناس كانوا يقولونها ان جيزان يقولون كذا واهل جيزان مو مره يقولونها يعني يقولونها القدامى مره. الكلمه الثالثه فسوخ. فسوخ مسوخي الله يمسخك. تبغى مثال؟ تبغى مثال؟ تبغى مثال؟ يلا نروح نتفاصخ. لا لا كتش عادي سهل يا اخي ايش بك انت؟ انت معايا ولا ضدي انت؟ يلا روح جملتك عادية ممكن يلا نروح نلعب يلا روح نتمشى يلا نروح جملة ثانية سهل له قل لي سهل. انت عارفها يعني؟ والله؟ اوه اوكي يعرفها المصور برضو تشوف اصيل يعرفها هنا اللي في الغرفه كلهم يعرفونها. ابو عبير انت بتعرفها يعني نروح نتعشى نروح نتغدى زي كذا ولا ايه؟ اي اي زي كذا بالضبط يلا. بس انه معك جواب واحد يلا. انا ما راح المح لك اكثر من كذا بس انه ايش راح والله والله عشانك ابو عبير بس. الله يسعدك والله احبك. الله يسعدك. شوف اختار عشاء نتعشى اصبر نتعشى ولا نتغدى ولا نفطر ما دام اني انا قلت انا قلت نتعشى وايش نتغدى صح نتغدى ونفطر اختار واحده نفطر. اي والله عشرانه والله تستاهل يا ابو عبيد والله اي والله ما قال لليوتيوبرز لا الف مبروك يا حبيبي. ونقول للمتابعين اللي مو مشترك اشترك وترى راح تشترك كل الدفاوية واللي عندي يرحم ابوكم اشتركوا حياتك والله لا اشتركوا وراح افوز واحد منكم ب 10000 ريال برضو وان شاء الله استمتعتم بالمقطع ولا تنسون رابط التذاكر تعالوا حياكم الله انا موجود اغلب الايام بس الويكند افضل يعني وتعالوا ممكن نسوي زي هذه الفعاليات واكثر حياكم الله و خلصت صح؟ في عندنا تحقيق شباب بعد التحقيق الأمانة الصراحة هذا غشاش هذا غشاش 10000 ما راح يشمها امسك هذه 5 توكل على الله بس الصدق تمام الصدق اللي انا بعطيك 5 بكملها لو 10 خلاص انت كيفكم انا مالي دخل انا اهم شيء انا دفعت 5 خلاص انا كسبان اي كل الاحوال انا خسران انا ما دخل هو تفلسف وبلع مالي دخل يلا مع السلامة.